السلام عليكم، ازيكم؟ سلام، يا رب تكونوا بخير. النهارده هناخد اول درس نحو في الوحده الثالثه، هو درس ادوات الاستفهام. ادوات الاستفهام ده كنا خدناها قبل كده في سنه ثانيه وثالثه، سنه ثانيه وثالثه هناخده كمراجعه مره ثانيه. ادوات الاستفهام دي سنه رابعه. احنا الاول السؤال عندنا بيتكون من ايه؟ السؤال عندنا بيتكون من اداه استفهام، بعد كده بكتب الجملة، بعد كده بحط علامة استفهام. طالما في أداة استفهام لازم يكون عندي علامات استفهام. طيب، من أدوات الاستفهام اللي عندي ايه؟ عندي أول حاجة من دي بسأل بيها عن العاقل، زي ما أقولك مثلا لازم يكون في الإجابة يكون في شخص عاقل. من زارك أمس؟ من زارك أمس دي الإجابة عنها هتكون بإيه؟ يا إما لازم تكون شخص، تمام؟ طيب، عندي مثلا عندي تاني حاجة ما أو ماذا بسأل بيها عن غير العاقل، بيكون جماد مثلا، زي مثلا ما لونك المفضل؟ ما لونك المفضل؟ الأصفر، الأزرق، كلها حاجات غير عاقل. ماذا فعلت اليوم؟ تحكي بقى أنت عملت إيه؟ كل ده بسأل عنه بما أو ماذا. طيب، عندي كمان متى. متى دي بسأل بيها عن الزمان وعن الوقت، زي ما أقولك متى ذهبت إلى المدرسة. لازم تقول لي في الإجابة لازم يكون عندي وقت، نقول لك مثلا الساعة صباحا، الثامنة صباحا، أي حاجة من الحاجات دي، أو متى عدت من المدرسة، عدت ظهرا، لازم يكون فيها وقت. أين بسأل فيها عن المكان، زي مثلا أين يقع منزلك، أين تسكن، أين تلعب، كل الحاجات دي بسأل فيها عن أين، بأين، والإجابة لازم يكون فيها مكان، تمام؟ طيب، عندي بعد كده كيف. كيف دي بسأل بيها عن الحال او الوسيلة، يعني زي ما اقولك كيف حالك مثلا، او مثلا كيف ذهبت الى المدرسة، كيف ذهبت الى النادي، بسأل بيها عن الحال او الوسيلة. طيب، لماذا دي دايما بسأل بيها عن السبب. طيب، لماذا دي بيكون الاجابة بيها لازم يكون فيها سبب، لان كذا، لماذا لم تحضر امس مثلا، لاني كنت مريض مثلا، او لازم الاجابة يكون فيها سبب، بيعلل لي السؤال بتاعي. بيقول لي اخر حاجه بقى هل. هل دي بسال بيها عن الاثبات او النفي، يعني الاجابه بتاعتي اما بيكون بنعم او بلا. هل تحب معلمك مثلا؟ ممكن تقول نعم وممكن تقول ايه لا. طيب، الاجابه بتكون يا اما بنعم يا اما بلا. طيب، تاني ادوات الاستفهام عندي هي ايه؟ عندي من بسال بيها عن العاقل، ما او ماذا بسال بيها، تعالى ناخده من هنا. بيقول لي في القاعده ادوات الاستفهام هي مجموعه من الكلمات بسال بيها عن شيء محدد، زي ما اقول لك من بسال بيها عن العاقل، لازم يكون في الاجابه عندي شخص عاقل. متى بسال بيها عن الزمان. كم بسال بيها عن العدد، لازم يكون في الاجابه عندي عدد. هل بسال بيها، لازم يكون في الاجابه عندي يا اما نعم يا اما لا. كيف بسال بيها عن الحال او الوسيله. اين بسال بيها عن المكان، لازم يكون في الاجابه مكان. لماذا بسال بيها عن السبب. ما او ماذا بسال بيها عن غير العاقل. طيب، تعالوا كده نحل ده. بيقول لي ايه؟ ضع اداه استفهام مناسبه مكان النقط. زي ما اقول لك مثلا ايه نقط تذهب الى المدرسه، ها ممكن اقول ايه؟ كيف تذهب الى المدرسه، انت بتروح المدرسه ازاي؟ كيف تذهب الى المدرسه، السؤال بيجي في الامتحان كده. ضع اداه استفهام مناسبه مكان النقط. طيب، نقط ستقضي الاجازه الصيفيه، ممكن اقول ايه؟ كيف سنقضي الاجازه الصيفيه. طيب، عندي نقاط تاني، سافرت الى الاسكندرية، ممكن اقول متى. متى سافرت الى الاسكندرية، او كيف سافرت الى الاسكندرية. طيب، ها نقاط مؤلف كتاب الايام، من مؤلف كتاب الايام، لان الاجابة عندي هكون بشخص. نقاط تلميذا في الفصل، هقول كم تلميذا في الفصل، الاجابة عندي لازم تكون بعدد. طيب، ده درس ادوات الاستفهام سنه رابعه، وده هيبقى كله درس واحد، ونخلص الوحده الثالثه. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.